بسم الله الرحمن الرحيم. الوش ايه؟ هشيل كمان خرطه. شايفين بقى؟ شايفين احلى كوسه بشاميل؟ شايفين الجمال؟ شايفين احلى كوسه بالايه؟ بالكوسه المبشوره اهي. فلفل، بهارات لحمة، ملح، شطة. انا هشوحها وهنزل عليها ببصله كمان وانا بشوحها، وهعصرها من الميه. شايفين؟ هبدا اعصر الايه، حطيته في مصفى علشان ما هضرش منه وينزل كل اللي انا بعصره في الميه. شايفين الميه؟ انا عصرت شويه قبل كده، هوريكم بس الايه. في الحر شوية زيت، شوية كزبرة، شوية
شوية فلفل، شوية جنزبيل، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا الله. احط شويه زيت مزيحة السمنه على درجه حراره 160 180 ان شاء الله حتى 100، ولعي فرنك وحميه وحطيه وانت عارفه درجه حراره فرنك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دي نهايه الوصف بإذن الله. لا تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة تانية.